اسمح لي اسمح لي ترك حسن. والله راح نقول لك واحد الحاجه، راه ماشي قضيه امر يا جماعه، والله ماشي قضيه امر. انا قلت لكم الامر راه ماهوش بالهين كما راكم تشوفوه، ماهوش بالهين والله، راه شيء عظيم صدقوني اقسم بالله، غير شيء عظيم اكثر من كيلو مخك. ممكن احنا رانا قاعدين كيما هكا وراك تسمع فيا، بصح من بعد تتكلم الايه وتولي تشوف حكايه واحده اخرى. خلاص انتم راكم تعلموا، راكم كل ولاد المؤسسه، راكم كلش عشتوا في النظام. الاخر فيكم اللي ما خدمش ما خدمش ما خدمش ما خدمش، خدم 8 سنين، هذا الاخر اوطى فيه. والصحيح فينا راهو مهبول، صحيح فينا يا جماعه راهو مهبول، والشيء اللي ورانا رانا ما نعلموش. راهو نظام يا جماعه باش يكون غابات، راهو سيستم. على بالك حتى كون نهضر انا كلمه دوكا ولا تهضر نتايا كلمه، هاي محسوبه علينا الكل. راك فاهمني؟ الحادث هذا اللي صار معايا في وهران راه قاسكم الكل، ما قاسنيش غير انا. ما قاسنيش غير انايا، تسمى بصفتي انا كشخص قاس امه. كاين اللي قال بلي كان يخدم بينا، وكاين قال كان يوصل بينا، وكاين وانا والله العلي العظيم يا خوتي حشيشه طالبه معيشه، نتضرب مع خويا بالكليموجان ونبات معاه فوق الكارتون وياكل ويشرب معايا، ومن بعد يولي يهضر هضره واحده اخرى تحير. على واه وش هو الاسباب؟ ايه وش هو السبب؟ وش هو السبب؟ يعطيك الصحه العزيمه، شفت العزيمه هذه تتكسر الرجال، يعطيك الصحه تتكسر برك يا سمير. سبحان الله سبحان سبحان والله شوف مازالك انت وربي سبحان الله. شوف 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 الدنيا هذه ما تساويش جناح بعض. بالعكس انا الحبس نتاعي زدت حفظت فيه 25 حزب. اللهم صل على النبي. بالعكس انا هذا هو الحبس تاعي، انا شفت الحبس فاش من بعد اللي عندك في صوت ياسين اللي قال نعاود فاهم. انا حاجه ما كنتش حافظ 25 حزب، انا الحبس علمني بلي نحفظ 25 حزب من عند ربي سبحانه، وعقبتها رياضه وعباده. نعلم الشيء اللي كان لي نعلم به وكان لي ما نعلمش به. خويا بارك الله فيكم والله مشيتكم، هذه قد فرحتني بزاف. اسمع التأسيس نتاعها، التأسيس نتاع التنسيقية هذه بدا جماعة بجاب بحكاية، بدا خمس أعضاء وست أعضاء وسبع أعضاء كانت تمشي على الصح، كانت الناس راكدة وبدات تكبر وبدات تكبر وبدات تكبر. شفت كيف كبرت؟ ما نعرفوش نمشيو، ما نعرفوش كيفاش نمشيو لقدام. لو با درناها بصح بغينا نصوتيو خطوات، هي تجي درجه بدرجه، حنا صوتينا خطوات بزاف بزاف بزاف. من بعد واش ولات لنا؟ ولات لنا زعامات، ولات لنا قبايل، ولات لنا عراش، ولات لنا، وحنا لا، حنا ولات مؤسسه وحده، عندنا مطلب واحد وطريق وحده. وبدا كي بدينا نمشيو في الطريق هذيك واش لقينا؟ بدا واحد بغى يحكم شرقي، وواحد بغى يحكم غربي، وواحد انايا انا ولا التفنة التنسيقيه هذه حكموها صاي. لا ما حكموش، ما حكموا والو، لا ما حكموا والو، لا مرضونا، لا لا مش مرضوكم، مش مرضوكم، لا 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 مش مرضوكم. الهدف نتاعهم من الشيء هذا كامل هو تقسيم، تقسيم اسمع باش تولي انت تمشي مع طيار، وهذا يمشي مع طيار، وهذا يمشي مع طيار، هذا يمشي مع طيار، وتختلفوا، وكي تختلفوا راح تتفرقوا. تفرقوا راحت القوة، لأنه القوة كي كانت عندكم القوة، هذاك هو المشكل، الشيء اللي حيرني أنا كنت في الحبس ونسمع. كي كانت عندكم قوة ما درتوا بها والو، هذا هو الشيء اللي حيرني. بالعكس زادت خدموا بيكم، خدموا بيكم، نهضروا الصح هذا هو الصح. خدموا بيهم، كانوا قوة قوة جبارة، كانوا راح يمشيوا يروحوا لبعيد لبعيد. على واه خطاكش ما كانش دماغ مليح يفكر، ما كانش مسؤوليه، كانت ناس كانوا عندهم مناصب ما كانش عندهم روح مسؤوليه، ولا ممكن كانوا بالك اغراءات واحد اخرى مشاو لهم في كوطي منافع شخصيه، منافع شخصيه في امور بزاف ما كانش. وقعدت تتفرق 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 تتفرق، ميني كان جيش يزعزع العاصمه، ولا قبائل قبائل طرف لما نتابع هذا تابع لفلان، وهذا تابع لفلان، وهذا تابع لفلان، وانا ما نمشيش مع هذا، وانا ما نمشيش مع هذا، وانا مش وهما عندهم مطلب واحد. عندك مطلب واحد انت، على واش طالب يا اخي؟ طالب بحقك وولادك باش يعيشوا مليح. ها انا مانيش راح نقول، انا نهار الاول كي تكون التنسيقيه هذه كلمه واحده قلتها، ومانيش راح نزيد نعاود نقولها.
انا ما وعدت حتى واحد بالجنه، الجنه وعدنا بها غير ربي سبحانه. ها انا واش وعدت الناس؟ قلت لهم نروحوا نمشيو لقدام نجيبوا حقنا. بس حقك انت وضع، انت خطاك الصاي شباب خلص. كاين ولادك، كاين ولادك، كاين ولادك، كاين الزوجه نتاعك، كاين امور تحتاجهم انت في حياتك. كي خرجنا قلنا سراقين سراقين، شكون يسمع بينا؟ كاش اللي يسمع بينا؟ بصح الشعب سمع. شكون سمع الشعب؟ شكون اللي يسمعوا بلي سراقين سراقين وعلى الصح؟ متقاعدين الجيش، متقاعدين الجيش هما اللي يحلبوا الشعب. ومش نقولوا نعايروا بالشعب، لا لا حاجه ولله، الشعب وقف معنا احتضننا. ومن بعد وش صرا؟ سامي خويا اغلب الشعارات تاع الشعب ولات تاع متقاعدين الجيش. انا عمير، انا عمير، على واه؟ على واه؟ لقاوكم بلا كنت تهضروا في الصح. حتى الحراك مشاو بالنظام تاع متقاعدين الجيش. التكسر ما كاش، النظافه، الوزمو. اكيد علاه؟ خليتو سيره حسنه. شفت السيره الحسنه هذه؟ كاينين الناس، كاينين الناس بزاف ما عجبهمش الحال فيها. وكانوا واش ما عاديروا في بالكم بلي كنا نمشيو وكانوا يخليوا الماتريال تاعهم يسناو باش نحرقوا ونكسروا. انتم راكم على بالكم. يخليوا الماتريال باش يتكسر ويتحرق باش نوليو واش نوليو؟ نوليو مقربين وكذا. لا 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 صاري العباره ضربت اللي خرجنا فيها تاع بومر داز كي خلاو لي فوقو بهم بالسلاح من الاطراس. طيب اسمع خلاو، اسمع يسكادرون، اسمع خلاو، اسمع لي فيتو تاعهم بهم بسلاحهم وطلعوا كوليا على اساس. بصح حنا حنا ماناش مشاغبين، حنا ماناش دي تيروريست. اسمع بغاو يراوغونا في هذاك اليوم، بصح حنا اذكياء عليهم، بروفينا لهم والحمد لله. كمل كمل تفضل اسمع. قلنا كي خدموا الماتريال تاعهم كانت عندهم البيت، عندهم هذاك الكوليس كي ما لقاوش الهدف هذاك واش صرنا في الحوش المخفي؟ ولاو يضربوا بالطيارات. الطيارات ها باش فرقونا؟ فرقونا الطيارات ها حسبوا فينا يصبروا فينا ويلونسيو. كاين جماعه اللي عندهم لازماتيك شعره ماتوا، كاين اللي تخنقوا، كاين اللي طاحوا في السيدان، كاين اللي طاحوا في لي روكار، كاين صرا ما صرا، صرا ما صرا. ثم هما بداو اتجاه يخططوا لكم كيفاه، وبدات التقسيمات. ومن بعد ولات فيها مستشار رئاسي يبعث ويسقسي ويدير ويدير ويدير، وهي ما كان والو. ما كان والو، حتى عندك مطلب الطالب فيه هاك الورقه تجيب لي المطالب تاعي، ما كانش نكمل الحراك نتاعي. لا لا هاو يعطيكم اليوم طرف، واليوم سكت هذا بطرف، ومد لهذا شويه، ومد لهذا شويه، وانت واش بغيت تروح وقعد منا، وانت واش بغيت تروح وقعد منا. ومن بعد استنى ديروا لهم السوسه، هذا تابع لراندي، وهذاك تابع لفلان، وهذاك تابع الحماس، وهذا عنده توجه يمشي مع جماعه تاع البرا. وراح تبدا تتفرق 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 حتى وليتو كمشا. هي كمشا نحلها بدات كيما هكا. كنا نهار الاول بعد كنا نريحوا في الصراع، كنا في خمسه سته من الناس، نروحوا نديروا رينيوم نتلاقاو في خمسه سته من الناس، وبدات تكبر. دوكا انت توعي وانا نوعي وهذا يوعي وهذا، كل واحد واش بغى يقول. انت واش انت الشعار انت لاكارت تاعك واش هاز؟ انت هاز متقاعد من الجيش؟ حتى انا هاز متقاعد من الجيش. دي اسمع روح حرق، روح اقتل، انا معاك، انت يا معايا والله غالب. الكرش هذه جابته في رقد يا اخي، هكا كرش وحده انت جابته في رقد. نمشي معاك ظالم ولا مظلوم؟ انت يا اخوك مظلوم وتزيد تعفس عليها، لكن انت راك مظلوم وتزيد تلقى اخوك مظلوم وتزيد تعفس على المظلومه. مش كيما هكا. انا دوكا النداء اللي راح نقوله الناس اللي راهي جايه ولا الناس اللي راهي تسمع ولا يا جماعه، الشيء اللي رانا راكم تخموا فيه والشي اللي راهو جاي راهو اكثر من يتصوروا العقل. ديروا في بالكم بلي الحكايه تاعنا هذه نتاع الطبقه الحاكمه الجديده داروا الثروه القوميه داروها تحت رجليهم وشعارات فارغه والوعود نتاع يعني وحدك بالجنه. واحد ما يوعد واحد بالجنه يا جماعه، راهو سيستم نفسه هو بعده. بدوا وجوه وبالك نبدلوا، اسمع نبدلوا دي زارتيكل برك كون تبعوا انتم كل راكم كامل كيما كنتوا اللي قلاوكم حتى كيما راكم كيما هكا. متقاعدي الجيش كامل بصفه عامه صايلون صاوهم بلي تلقلاو وراهم لاباس وفي احلى معيشه. هما الاخر مسكين تلحق عليه الشهريه تاعو يروح يمدها غدوه الصباح 4 دور وما عندوش قدا عنده في جيبه، قداش يدي هذا؟
دي 27% هاو يروح يشريها يكوش وحليب يسلك بها التريسيتي يسلك بها الماء ولا كان كراية ما لكيوش يخرجوا كراية من الدار يزيدك يخرجوا كراية من الدار ها حبيبي صح راح نسقسيك سؤال برك انا والله بقيت نطرح سؤال وبغيت اي واحد هكا عنده شويه مخ برك ولا عنده شويه ضمير حي يجاوبنا عليه اذا كان انت يا واحد بطال في الجزائر ان حنايا اللهم لا حسد تحكم من حقه تعطيه لانه كل مواطن جزائري من حقه سياره من حقه عماره وتحتها سياره وفوقها طياره هذا من كل مواطن جزائري بس انا نحكيه برك لكن انت بطال جزائري قاعد شو ماش درت له شهريه 1300 ولا 1500 اللهم لا حسد ودرت له اسيرونس اللهم لا حسد ربي يبارك وربي يزيدك بارك الله فيكم متقاعد الجيش واش يساعد سمحوا لي برك متقاعد الجيش واش يساعد برك الله يبارك فيك اي كاين كلام جماعيه الحي والله يا جماعه لا تفوتوا في الباج لا كاين كلام ما يتهضرش